يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأحبة، أبتدئ هذه الخطبة بقول أو مقولة للإمام النووي رحمه الله، فقد قال: أصل الدين الورع، أصل الدين الورع، وأفضل العبادة قيام الليل، وأقصر طريق إلى الجنة سلامة القلب. أصل الدين الورع، والورع هو الكف عن المحارم، واستعير للكف عن المباحات التي ممكن أن تؤدي إلى الغفلة والبعد عن الله سبحانه. أصل الدين الورع، وأفضل العبادات الشعائرية قيام الليل، أن يحيي المسلم ليله بالطاعة، بتلاوة القرآن، بالذكر والاستغفار والصلاة والركوع والسجود. وأفضل العبادة قيام الليل كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأقصر طريق إلى الجنة سلامة القلب. هذا محط الشاهد أيها الأحبة، أقصر طريق إلى الجنة. كلنا يرجو الجنة ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها، بل أن يجعلنا من أهل الدرجات العلى فيها. أقصر طريق إلى الجنة سلامة القلب. هذا الكلام الذي أخذه الإمام النووي استنبطه من سنته صلى الله عليه وسلم التي كان يحياها، والتي أوصى بها سيدنا أنس، والتي ذكرتها في الأسبوع الماضي، أن من سنته صلى الله عليه وسلم أن لا يحمل في قلبه غشا على أحد، أن لا يحمل في قلبه غشا على أحد. ثم قال: يا أنس، وهذه سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. إذن حينما تخلي قلبك من الغش، من الأحقاد، الضغائن، فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أقصر طريق إلى الجنة سلامة القلب، أخذ هذا المعنى من القصة التي ذكرتها لكم في الأسبوع الماضي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر رجلا، قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، ثلاث مرات. وعندما راقبه الصحابة، راقبوا فعله، لم يجدوا له مزيد صلاة ولا صيام ولا كثرة صدقات، وإنما كان قال: غير أني لا أحمل في قلبي حقدا على أحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. هذا هو السبيل الأقصر والأخصر إلى الوصول إلى الجنة، أن تخلي قلبك. أيها الأحبة، ولكثرة ما جاءني من الأسئلة حول هذا الموضوع خلال الأسبوع الماضي، ووجدت أن هنالك حالات كثيرة من الخصام والتباغض والتدابر والشحناء بين كثير من المسلمين، أحببت اليوم أيها الأحبة أن أعطف على الموضوع، على سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع هو موضوع خطبنا القادمة، أننا نحيا على سنته صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بأول سنة وهي سلامة القلب من الحقد. أحببت اليوم أيها الأحبة أن آتيكم بأربع عقوبات من عقوبات كثيرة لأولئك المتصارمين، المتقاطعين، المتدابرين، المتهاجرين، وقد يكونوا ذو أرحام، وقد يكون زوجة وزوجة، وقد يكون أب وابنه، وجار وجاره. لهؤلاء أيها الأحبة، وحتى يرعوا عن هذا الأمر الخطير، أذكر أيها الأحبة بأربع عقوبات حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، و
دعانا إلى ترك التخاصم والتدابر حتى لا نقع فيها. أول أمر ينبغي على هذا المتخاصم مع أخيه المتدابر المتقاطع أن يعلم أنه آثم، يعني مرتكب ذنبا عظيما، خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه فيما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تباغضوا من البغضاء، ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لامرئ مسلم، تسمي حالك مسلم، أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي فوق ثلاث ليال، ثلاث أيام. سمح لك الإسلام أن تهجره ثلاثا، لكن فوق الثالثة عليك أن تستدرك الأمر. ولا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، هذا خير عند الله. هذه رواية البخاري ومسلم. هنالك رواية صحيحة عند الإمام أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار. يعني أكثر من ثلاثة أيام أنت هاجر أخوك أو قريبك، تحمل في قلبك الحقد عليه، لا تسلم عليه، لا تصافحه، لا تنوي أن تصحح علاقتك معه، فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار. وفي رواية ثالثة عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن ماتا على صرامهما لم يجتمعان في الجنة أبدا. منذ أيام أخ وهو يدفن أخاه في القبر ومات فجأة، جعل يبكي على القبر ويبكي ويبكي، ذكروه بالصبر، ذكروه بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله أنا أعلم أن الموت حق، لكن هذا أخي الذي في القبر الآن لم أكلمه منذ 20 سنة. 20 سنة ما بيضحكوا، مات، لن يجتمعاني في الجنة. وفي رواية: فمات دخل النار. هذا أيها الأحبة إذا كان المهجور من عامة المسلمين، إذا أنت متقاطع مع إنسان من عامة المسلمين. أما إن كان هذا الذي هجرته من ذوي الرحم، أخ أو أب أو أم أو زوجة أو عم أو خال، فهذه كبيرة من أكبر الكبائر، تسمى في الشرع قطيعة الرحم. قطيعة الرحم عليها لعنات من الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. إذن أيها الأحبة، أول هذه العقوبات أن هذا الإنسان آثم. في ناس صلوا آثمين سنين، لننتبه أيها الأحبة. العقوبة الثانية وهي الأخطر أن هذا المقاطع لأخيه ليس له جنة، ما في جنة. نحن عايشين من أجل الأخير بعد الموت أن نكون من أهل الجنة، ليس هنالك جنة لقاطع الرحم أو لقاطع أخيه المتدابر مع أخيه. واسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي في السنن، وهو حديث صحيح عن سيدنا الزبير بن العوام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب دب من دبيب النمل، وكأنه يسير بخفية إلى قلوبنا، دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد
والبغضاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر لكن تحلق الدين. ما دمت حامل في قلبك بغضاء على أحد من المسلمين، دينك عم ينحلق كما يحلق الشعر. بيروح شو الدين؟ يعني العمل، العمل الصالح والإيمان بالله سبحانه وتعالى عبي يزال من قلبك. فاحذر وارجع إلى صوابك وأصلح ما بينك وبين أخيك حتى لا يذهب دينك. لا أقول تحلق الشعر البغضاء، وإنما تحلق الدين. ثم قال: والذي نفسي بيده، يحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة، يعني كلامه صدق، فكيف إذا حلف يمينا على ذلك صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن إذا ما في محبة ما في إيمان، وإذا ما في إيمان ما في جنة. ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم. والسلام أيها الأحبة أعم من أن يكون تحية، يعني مو بس والله السلام عليكم ورحمة الله، أعم. السلام هو تحية، والسلام هو اسم من أسماء الله، والسلام هو تطمين للمسلم عليه أنه لن تناله بسوء. لما بتقول له السلام عليكم ورحمة الله، يعني أنا لن أنالك بسوء، أنا سأعاملك كما أعامل نفسي. دعاء بالسلامة. العقوبة الثالثة، أول وحدة آثم، ثاني شيء ما في جنة، ثالث وحدة هي أخطر كمان. الأمر الثالث أنه لا تقبل له صلاة، والصلاة هي أهم عمل من أعمال هذا الدين، فما سواها لن يقبل بكل تأكيد ولن يرفع إلى الله، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام النسائي في سننه عن سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا يا شباب، ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. هو يصلي سنة وفرض قيام ليل وضحى، لكن هذه الصلاة لن ترفع إلى الله، موجودة فوقه. أولهم رجل أم قوما وهم له كارهون لسوء أخلاقه وتعامله معهم، أم قوما وهم له كارهون. ثانيهم امرأة باتت في الليل وزوجها غاضب عليها، ساخط عليها. الثالث قال: وأخوان متصارمان متدابرا. أنت وأخوك متصارمين متقاطعين، حاملين في قلوبكم بغضاء وشحناء، صلي قد ما بدك لن ترفع لك الصلاة، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. العقوبة الرابعة وليست الأخيرة، هنالك عقوبات كثيرة لكن اخترت لكم منها أربعا. العقوبة الرابعة، الأول يا أخوانا احفظوهم، آثم مخالف لأمر رسول الله. النبي عم بيقول لا يحل، هو لا، أنا بدي ساوي، بدي تمني أنا مقاطع مدابر، لا في صل... لا في آثم ولا تقبل له صلاة، وأيضا ليس من أهل الجنة. الأمر الرابع أن الله لا يغفر له في مواسم المغفرة، ما بتشمله، ما بتشمله. روى الإمام مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. يعني الله يغفر لكل من يتوب ويرجع ويستغفر، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء يقول الله: أنظروا هذين، اتركوهم، أمهلوهم حتى يصطلحا، أي لن تعمهم المغفرة ولن تشملهم رحمة الله حتى يصطلحا. أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن أيها الأحبة، بعد سماعك لهذه العقوبات، ألا زلت مصرا على التدابر والتقاطع وهجران أخيك؟ ارجع وأكثر من الدعاء
الذي هو سمة المؤمن. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والله عز وجل وصف أهل الجنة فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يعني لما بتنزع الغل من قلبك تكون مع أخيك على سرر متقابلين في الجنة. ذكر الله عز وجل هذا المعنى في آيتين: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وقال ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي في الدنيا، تجري من تحتهم الأنهار. إذا بدك تجري من تحتك الأنهار وتكون من أهل الجنة، انزع ما في قلبك من الغل والحقد والخصام والتدابر بينك وبين أخيك. أيها الأحبة، الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مبشر ونذير. فبعد هذه الإنذارات الأربع والعقوبات الأربع، حق لنا أن نبين ثلاث ثمرات لكل من عفا وصفح وتجاوز عن زلة أخيه. أخوك أخطأ معك بكلمة، بفعل، بتصرف كبير أو صغير، أنت الآن تصفح عنه، تسامحه، تغفر له. اسمع هذه الثمرات الثلاث وأختم بها. اعلم أن الصفحة عن أخيك ومسامحته وإزالة ما في قلبك من الغل تجاهه، هذه أشرف أخلاق الدنيا والآخرة. ذكر أهل التفسير في كتبهم، ومنهم الإمام القرطبي والسيوطي في الدر المنثور، قال: لما قتل حمزة في غزوة أحد، وكان يعني سماه النبي أسد الله وأسد رسوله، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منظرا قط أفظع ولا أقسى على قلبه من رؤية حمزة مجندلا في أرض أحد، وقد بقر بطنه وأخرجت أحشاؤه وقطعت أذناه واقتلعت عيناه، غضب وبكى بكاء شديدا، وقال: والذي نفسي بيده، لئن مكنني الله منهم لأمثلن، أي من المشركين، لأمثلن بسبعين رجل منهم. هيك فعلوا بحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مباشرة نزل الوحي من السماء بقول الله تعالى في آخر سورة الأعراف: خذ العفو، العفو اجعله منهجا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال: يا جبريل، ما هذا؟ ما تأويل هذا؟ قال: حتى أسأل الملك. عاد جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. هذا تأويل الآية. تراجع النبي عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم في المسند عن سيدنا عقبة بن عامر، قال: يا عقبة، ألا أدلك على أشرف أخلاق الدنيا والآخرة؟ أحسن الأخلاق، وهي أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: تعطي من حرمك. يا أخي، هذا حرمني وقت كان معه، هلا وقت صار معي بدي أعطيه؟ نعم، هذه أشرف الأخلاق، أن تعطي من حرمك، أن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك. هو مقاطعك، لا، أنت تروح لعنده وتسلم عليه وتعطيه المحبة والمودة، وأن تحسن إلى من أساء إليك. صعبة، صعبة على النفس، شاقة، لكن هذه أشرف الأخلاق، وهي الأخلاق التي تستطيع أيها المسلم الحبيب أن ترافق بها نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، لأنه قال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. هذه أخلاقه: تعطي من حرمك، تعفو عن من ظلمك، تصل من قطعك، تحسن إلى من أساء إليك. هذه أول ثمرة، إذا فعلت ذلك فهي أشرف أخلاق الدنيا والآخرة. الثمرة الثانية: تنال مغفرة الله وجنته.
في العقوبات، لا في جنة ولا في مغفرة، صح؟ هنا إذا عفوت وصفحت وغفرت تنال عفو الله وجنته. واسمع ما قاله في الآية التي نحفظها جميعا، قال ربنا سبحانه: وسارعوا، طبعا الآيات كثيرة لكن هذه آية منها، وسارعوا بسرعة، لا تأجل الموضوع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. يعني غضب من فلان، يعني وصله عنه كلمة قبيحة، فعل سيء جدا، دغري كظم غيظه، كما يقذم فم السقاء بعد ما يعبأ الجلد بالماء بربطوه، والكاظمين الغيظ. طيب وبس هيك؟ هلا حامل جواته غيظ وغضب، طبعا الغضب إذا كان في القلب فهو غيظ، وإذا ظهر على الجوارح على اللسان والعين واليدين والرجلين فهو غضب. الله عز وجل أمرك الغيظ الذي في قلبك أن تكظمه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال في آخر الآية: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة. لذلك أيها الأخ الحبيب اصنع هذا الأمر، قد يستصعبه البعض، يا أخي شلون أنا بدي روح سامعه؟ شلون بدي روح أنا أصل وهو قطعني؟ كيف هو ظلمني؟ أنا بدي روح بادر بالحسنى؟ هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. إن أحببت أن تكون معه فوافقه في أخلاقه وسنته، هذه من سنته صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة والله أفعل ما لا يفعله أحد. هذا الطريق. أبو بكر الصديق الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح. بماذا؟ بأخلاقه. لما تكلم ابن خالته وهو فقير من فقراء المهاجرين اسمه مصطح ابن أثاثة، تكلم عن السيدة عائشة لما اتهمت في عرضها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما اتهمها لكن صار ينقل الأخبار كما يفعل بعض الناس، يسمع خبر مباشرة ينقله. لما نزلت براءتها بعد 30 يوما حلف أبو بكر ألا يعطي مصطحا شيئا من العطاء، وقد كان قد فرض له عطاء شهري، يعني عيشته من أفى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. حلف أبو بكر ما يعطي. مباشرة نزل قول الله عز وجل في سورة النور، هذه ليست أخلاق الصديقين، ما بدك تنال الصديقية ولا يأتلي، أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي وليعفوا وليصفحوا. اتهم بنتي وزوج النبي عليه الصلاة والسلام أو حكى عنها، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي. والله أيها الأحبة، حينما تعفو عن أخيك يعفو الله عنك، حينما تغفر لأخيك يغفر الله لك. سامح، وفي يوم قيامة حتوقف أنت وأخيك مع أمام الله سبحانه وتعالى، وسيقتص الله عز وجل لك ولكل من ظلم في هذه الدنيا، سيأخذ حقه كاملا غير منقوص. إذن أشرف أخلاق الدنيا والآخرة جنة الله ومغفرته. وأخيرا هذه بشارة عظيمة حتى لا يأتيك الشيطان لك، والله لك تحط طواطي تروح لعنده تسلم عليه تصافحه تقول له سامحتك، شو بدون يحكوا عنك الناس، يقولوا هذا إنسان صغير تافه، بدك تكسير ذليل أمامه وأمام الناس حتى لا يأتيك الشيطان بهذا الوسواس. أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي وأحمد في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن، أي قسم ثاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم عليهن، يعني بحاجة ليقسم النبي عليه الصلاة والسلام لكن حتى تتأكد أن الحق، ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. وعد فكر المال اللي بتعطيه صدقة حينقص مالك أبداً، بل سيضاعف أضعاف كثير. ما نقص مال من صدقة
وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. حينما تعفو عن أخيك يزيدك الله عزا. الله هو العزيز، هو الذي سيعزك. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. إذن أيها الأحبة، أرجو الله عز وجل أن لا نعيد هذا الموضوع، وأن يعمل كل أخ منا على إن كان بينه وبين أحد من المسلمين شحنة، بغضاء، تصارم، تدابر، اليوم ينهيها، اليوم يرجع إلى التصالح، إلى العفو، إلى الصفح، إلى الغفران. قد يكون ابنك، قد يكون زوجك، الله عز وجل أخبرك بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا، نقول لبيك يا رب. قال إنما أموال، إنما أولادكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قد تكون زوجي وولد عدو، عدو، فاحذروهم. ثم قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بادر مباشرة، أخلي قلبك، لأن أقصر الطريق إلى الجنة سلامة القلب من الشحناء والبغضاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى لمن فعل هذا في أسرع وقت أن يكرمه الله، وأن يدخل إلى الجنة مع أول دفعة تدخلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أول دفعة تدخل الجنة قلوبهم على قلوب الطير صغيرة لا متسعة فيها للأحقاد ولا للحسد ولا للبغضاء ولا للشحناء. أسأل الله أن يردنا إلى هذا الخير. سمعتم العقوبات وسمعتم الثمرات، الآن بادروا أيها الأحبة، وإن كان قلبك خاليا حاول أن تكون سببا في الإصلاح بين المتخاصمين. إذا في حالك بعيلتك، بقرابتك، بجيرانك متخاصمين، حاول أن تصلح بينهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فهذا أيها الأحبة من أهم الأعمال وأحبها إلى الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، عظيم يتناسب مع عظمة الله. إذا أنت أصلحت بين متخاصمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وردنا إلى سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. خلقنا بأخلاقه، أدبنا بآدابه، واجعلنا نحيا ونموت على سنته وطريقته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.